بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، يسر قناة طارق النجار التعليمية أن تستعرض مع حضراتكم اليوم الجزء الثاني من المحاسبة المالية. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن المفاهيم والمبادئ الأساسية للمحاسبة، واتكلمنا إزاي يتم تسجيل العملية، تحليلها ثم تسجيلها في دفتر اليومية. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم المرحلة الثالثة وهي الترحيل. نقصد بالترحيل اللي هو دفتر الأستاذ. ما هو الترحيل؟ الترحيل يعني ببساطة إعادة تسجيل العمليات السابقة إثباتها بدفتر اليومية، ولكن على أساس نوع العملية وليس وفقا لتاريخ حدوثها، وذلك بتخصيص صفحة أو أكثر بدفتر الأستاذ لكل نوع من الأحداث الاقتصادية، ويطلق عليها حساب يسجل فيه حركة هذا الحدث خلال الفترة المالية، بحيث ان احنا نوضح في اي لحظة ملخص لأثر هذه العمليات التي تمت من خلال حساب واحد ويسمى رصيد، وبيتولد عن عملية الترحيل إمكانية الوصول لبيانات نوعية تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات. دي صورة من دفتر الأستاذ، ينقسم إلى جنبين منه له، وآدي اسم الحساب، نكتب المبالغ والبيان وبنملى بقية البيانات سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. طيب، دي صورة صفحة من دفتر الأستاذ للرصيد المتحرك، آدي الرصيد، آدي المبالغ، وآدي البيان، وآدي التاريخ. خطوات الترحيل: واحد، نحدد مسمى وطبيعة الحساب، هل هو مدين أم دائن، والمراد ترحيله من قيد اليومية، يبقى آدي الحساب، وآدي منه وآدي له. اثنين، نذهب إلى دفتر الأستاذ للصفحة التي تحمل هذا الاسم، ونسجل بالجانب المناظر لطبيعته بقيد اليومية مبلغ الحساب في خانة المبالغ، والطرف الآخر من القيد خانة البيان، آدي المبلغ وآدي البيان، ثم نستكمل باقي الخانات وهي التاريخ ورقم المستند ورقم صفحة اليومية. بمعنى إذا كان الحساب في الطرف المدين من قيد اليومية، نذهب إلى نفس الحساب بدفتر الأستاذ في الجانب المدين ونسجل قيمته في خانة المبالغ والطرف الدائن له في خانة البيان، ثم نسجل باقي البيانات. مثال: آدي حساب الخزينة، آدي المبالغ، آدي البيان منه وآدي البيان له، ومن حساب الطرف المدين زي ما احنا شفنا، آدي البيان اتوضع ازاي. يبقى أساس هذا الحساب هو كان من حساب الخزينة إلى حساب وليكن البنك. لما جينا سجلناه في دفتر الأستاذ سجلناه بهذا النمط، اسم الحساب الخزينة، جينا في الطرف الدائن، طرف الدائن منه، وكتبنا اسم هذا الحساب. يبقى آدي بشقيه، يبقى منه تحت منه هنكتب الدائن، تحت له هنكتب المدين. يا ريت الملحوظة دي تكون مهمة بالنسبة لنا بالنسبة لدفتر الأستاذ. بالنسبة لدفتر الأستاذ اسم الحساب اللي هو حساب الخزينة أو الصندوق، وده بطبيعة الحال مدين، ده لأنه أصل من الأصول وأصل من الأصول المتداولة، ويطلق عليه الخزينة أو الصندوق. هذا دفتر الأستاذ. في خانة منه وخانة له، في خانة منه نكتب الطرف الدائن، في خانة له نكتب الطرف المدين لهذا الحساب. يبقى لما نيجي نقراه نقول من حساب الخزينة إلى حساب البنك مثلا، فنكتب هنا هوت البنك. طيب هنا هوت هنقول من حساب البنك إلى حساب الخزينة، يبقى هنا منه بتنطق من حساب إلى، هنا بنقول من داخل دفتر الأستاذ إلى حساب الخزينة. مثال: أدي عملية وإزاي نحللها. في واحد واحد بدأ حسن عمل تجارب رأس مال قدره 100,000 ريال أو دحب الخزينة بموجب سنة قبض، يبقى دي العملية بتاعتي، دي عملية مالية وليست بيانية، لأن هناك تغير في الأصول والخصوم بالنسبة للمنشأة. أطراف العملية: زيادة في الأصول اللي هي الخزينة تسجل كطرف مدين، زيادة في حقوق الملكية اللي هو رأس المال، حيث أن هذا رأس مال الإيه؟ المشروع يسجل كدائن. التسجيل: هنقول من حساب الخزينة أو الصندوق ال 100,000 إلى حساب رأس المال، ونكتب وصف لهذا الكلام ده في دفتر الإيه؟ اليومية بنفس المبلغ، ثم الرقم بتاعه، رقم العملية واحد أو رقم القيد واحد، ثم التاريخ. نشوف الترحيل أو دفتر
الأستاذ. نفترض الأستاذ بالشكل ده، يبقى اسم الحساب ادي من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال، ده دفتر اليومية سجلنا من حساب الخزينة، ادي مدين وادي دائن اللي هو رأس المال. ثم نفتح دفتر الأستاذ بالشكل ده نشوف ادي منه، نيجي في منه إلى ناس من الحساب، يبقى في الجانب هذا الجانب يتوضع رأس المال على هذا النحو. يبقى كلمة منه يعني من حساب الخزينة إلى حساب رأس المال بالمبلغ ده، يبقى ده العملية بتاعتنا، وتكتب الرقم القيد والتاريخ. طب لو عايزين نفتح دفتر الأستاذ، صفحة لدفتر الأستاذ بالنسبة لرأس المال، يبقى من حساب رأس المال، بس ما فيش من حساب رأس المال هنا، ده حساب رأس المال هنا دائن، يبقى هنيجي في الطرف له هنكتب من حساب الخزينة، هذا هو الطرف. اهوت، ونشوف ازاي بتتم العملية. اهيت، يبقى من حساب الايه؟ الخزينة. مثال اثنين، في 5 واحد اشترت المنشأة اراضي مبلغ 70,000، اشترت المنشأة دي عملية مالية ادت لتغير في اصول المنشأة. طيب ده ترتب عليها زيادة في اصل من الاصول هو الاراضي تسجل كطرف مدين، ونقص في المبلغ اللي اندفع اللي هو الخزينة. لما نيجي نسجل هنقول من حساب الاراضي ب70,000 الى حساب الخزينة سداد رأس المال 70,000، رقم العملية 2، الكلام ده يوم 5/1. طب تعالوا نشوف التسجيل هيتم ازاي. ادي دفتر اليومية، ومن دفتر اليومية ادي دفتر الاستاذ، من دفتر اليومية مبالغ مدين ودائن وبيان ورقم القيد، يبقى من حساب الاراضي ب70,000 الى حساب الخزينة وادي البيان بتاعه. لما نيجي نرحلها يبقى اسم الحساب الاراضي منه له، المبلغ بتاع الخزينة هيتحط في هذا الجنب لانه الى، يبقى الى، يبقى من حساب الاراضي الى حساب بنفس المبلغ، بينما الطرف هذا الطرف هيتظل زي ما هو خالي بدون اي بيانات لان ما فيش غير عملية واحدة، بينما زي ما احنا شايفين كده. نيجي نوت لو عكسنا، عايزين نسجل حساب الخزينة يبقى هنفتح لها دفتر أستاذة هوت، يبقى ادي الخزينة وبنفس الطريقة. الترصيد، ماذا نعني بكلمة الترصيد؟ الترصيد يعني ترخيص نتيجة حركة الحساب خلال الفترة في رقم واحد يسمى بالرصيد. والرصيد إما مدين إذا كان مجموع الجانب المدين أكبر من مجموع الجانب الدائن، أو دائن إذا كان مجموع الجانب الدائن أكبر من الجانب المدين، أو صفر إذا كان الجانبين متساويين. يبقى نبص للترصيد، خطوات الترصيد، أدي الخزينة أو الصندوق، أدي الحساب الموجود أهو في خانة له، وأدي حساب رأس المال، هنا 100,000 وهنا 70,000. هنسيب، يتم ترك سطر خالي بعد اخر سطر الكتابه، لازم اسيب سطر كده خالي، وبعدين بيتم تقفيل الحسابات زي ما احنا شايفين من خلال التوضيحات ومن خلال الرسم. هنلاحظ بعد ما قفلنا هنا 100,000 وهنا لازم يكون 100,000، لازم يتساوى الجانبين. طيب هنا 70,000، يبقى فينا 30,000 عباره عن رصيد ايه؟ مرحل. الرصيد المرحل ينتقل، طالما احنا في هذا الجانب ينتقل الى هذا الجانب ويسمى اللي هو 30,000 رصيد منقول في الجانب العكسي. ميزان المراجعة، الفكرة التي يتأسس عليها ميزان المراجعة تتأسس الإجراءات المحاسبية على نظرية القيد المزدوج، والتي تنص على أن كل حدث اقتصادي له طرفين أحدهما مدين والآخر دائن من نفس القيمة، وعلى هذا فإن مجموع الأطراف المدينة للأحداث الاقتصادية يجب أن تتساوى مع مجموعة الأطراف الدائنة، وبناء عليه يتم إعداد ميزان المراجعة للتأكد من الصحة المبدئية لتنفيذ الإجراءات المحاسبية من خلال المقارنة بين الأرصاد الدائنة والمدينة المستخرجة من دفتر الأستاذ. أرصاد الحسابات ودفتر الأستاذ، من منطلق قول المنشأة كان معنوي يتولى الحصول على موارد مالية من مصادر مختلفة، المصادر بتاعة المنشأة، الملاك المساهمين في شكل حقوق ملكية أو الغير، كقروض طويلة أو قصيرة أو خصوم طويلة الأجل أو قصيرة، أو بغرض استخدامها في أغراض محددة اللي هي أصول متداولة وأصول ثابتة لتحقيق ربح لأصحاب هذه الموارد، فإنه من الطبيعي أن مصادر الأموال يجب أن تتساوى
عايزين نشوف التساوي بين مصادر الأموال. يبقى احنا عندنا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده في مدين ودائن. مدين أوجه استخدام، أوجه الاستخدام اللي هي الأصول الثابتة والمتداولة والمصروفات. دائنة مصادر الأموال، المصادر بتاعتها تكون إيه؟ حقوق الملكية زائد الخصوم طويلة وقصيرة الأجل زائد الإيرادات. يبقى لازم يتساوي المدين مع الدائن، أوجه الاستخدام مع مصادر الأموال. شكل ميزان المراجعة، ده شكل ميزان المراجعة، أرصدة مدينة ودائنة، اسم الحساب، أدي الأصول، أدي المصروف، أدي الخصوم. ثم في النهاية الاثنين يجب، وأدي الإيرادات. يبقى الأصول والمصروفات مدين، الدائن الخصوم، الأصول والمصروفات مدين، الخصوم والإيرادات دائنة، الاثنين يجب أن يتساووا، وده التراير بالانس. هنا ميزان المراجعة زي ما انتم شايفين اهوت، ادي البيانات اهيت، واحنا بنقوم بعملية الترصيد بالنسبة لها. يبقى معروف المشتريات مدينة، ده أرصدة في ميل الأرصدة المستخرجة من الدفتر، ادي البيانات. المطلوب عدد مراجعة بالنسبة لها، مشتريات معروف انها مدينة، مصاريف اعلانات مدينة، ايجار مدين، رواتب مدين، بينما المبيعات دائنة، الخزينة مدينة، البنك مدين، المدينون مدينة، الدائنون دائنة، اوراق القبض مدينة، أوراق الدفع دائنة، المباني مدينة، الأراضي مدينة، السيارات مدينة، المصاريف مدينة، رأس المال دائن. لما نيجي نجمع المدين والدائن هنلاحظ إن الاتنين بيتساووا مع بعض، يبقى الطرف الدائن والمدين بيساووا بعض بالنسبة لميزان المراجعة. وده الشكل باللغة الإنجليزية لو البيانات باللغة الإنجليزية على هذا النمط. المخرجات بتاعتي، المخرجات الى الاوتبوت. الهدف من المحاسبة توفير معلومات مالية تساعد الأطراف المرتبطة بالنشاط كالإدارة والملاك والمساهمين والناس المتأثرة أو متأثرين بهذه البيانات كالدائنين والمستثمرين والمهتمين والجهات الحكومية على اتخاذ القرار. واستجابة من المحاسبة لواقع النشاط الاقتصادي بالمنشأة، حدد الفكر المحاسبي عدة حسابات لتقييم الأداء وعدة قوائم توفير بيانات نوعية. الحسابات الختامية، الوظائف الرئيسية في النشاط التجاري، شراء وبيع، دي الوظيفة التسويق، دي حساب المتاجرة. يبقى الشراء والبيع نقصد بها وظيفة التسويق، حساب المتاجرة. وظيفة إدارية وتمويلية، دي حساب الأرباح والخسائر اللي هي قائمة الدخل. الوظائف الرئيسية في النشاط الصناعي، وظائف إنتاجية، حساب تشغيل، شراء وبيع، حساب متاجرة، إدارية وتمويلية، حساب أرباح وخسائر أو قائمة الإيه؟ الدخل. يبقى دي الوظائف الرئيسية في النشاط الصناعي. يبقى النشاط التجاري في حساب متاجرة وقائمة الدخل. حساب متاجرة خاص بالشراء والبيع لوظيفة التسويق، بينما قائمة الدخل الوظيفة الإدارية والتمويلية. يختلف الوظائف الرئيسية، إذا كان في النشاط الصناعي هنضيف حساب جديد اسمه حساب التشغيل، وده خاص بالوظيفة الإنتاجية، بالإضافة لحساب المتاجرة وقائمة الدخل أو الأرباح والخسائر. مع اتساع حجم النشاط وتنوعه اصبح فيه وعجز حساب التشغيل عن توفير المعلومات الملائمه، ظهرت محاسبه الايه؟ التكاليف. يبقى محاسبه التكاليف ظهرت عشان تغطي العجز في حساب التشغيل نتيجه لتوافر المعلومات التكلفيه المختلفه. فكره اعداد الحسابات الختاميه هي تخصيص حساب لكل وظيفه من الوظائف الاساسيه بالمنشاه بغرض تقييم ادائها عن طريق يحمل بالمصروفات والإيرادات المرتبطة بهذه الوظيفة. بناء عليه فإن المنشأة التجارية بيتم إعداد حساب المتاجرة منه وله. حساب المتاجرة بياخد هذا الشكل، مخزون أول المدة زائد المصروفات المتعلقة بعمليات الشراء والبيع خاصة بالفترة المالية له، اللي هي الإيرادات المتولدة عن النشاط الأساسي والخاصة بالفترة المالية زائد مخزون آخر المدة. حساب قائمة الدخل اللي هي حساب الأرباح والخسائر، منه بنجيب اللي هو إلى حساب المتاجرة بنحمله ومجمل الخسارة، له حساب المتاجرة بنحمله بالأرباح، منه زائد المصروفات المرتبطة بالنشاط المالي والإداري الخاص بالفترة المالية، بينما له الإيرادات المرتبطة بالنشاط المالي والإداري. البنود التي تحمل حساب المتاجرة زي ما احنا شايفين مخزون أول المدة اللي هي أهيت تكلفة مبيعات، في تكلفة مشتريات ومصاريف بيع
حساب مشتريات ونقل و وله اللي هي حساب المبيعات والمردودات ومخزون آخر المدة. يبقى ده الشكل. كيفية ترصيد حساب المتاجرة حالة وجود ربح، كيفية ترصيد حساب المتاجرة حالة وجود خسارة. نشوف كده، هذا حساب المتاجرة في حالة وجود ربح، حساب المتاجرة في حالة وجود خسارة، ونشوف الحسابات الموجودة. ادي الحسابات اهيت الموجودة، مخزون اول المدة زائد الى 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 الى، وادي من حساب وهكذا. ويتم عملية الترصيد، بيكون في رصيد مرحل مجمل ربح، ثم رصيد منقول او رصيد مرحل خسارة الى جانب الاخر الى حساب الارباح والخسائر. قائمة الدخل هي طريقة، قائمة الدخل الأرباح والخسائر هي طريقة العرض نتيجة أعمال المنشأة بشكل عمودي سهل الفهم لغير المتخصص، وتضمن البنود المدرجة في حساب المتاجرة والأرباح والخسائر على الشكل التالي: صافي إيرادات ناقص صافي تكلفة يدينا مجمل ربح، زائد إيرادات عارضة سنوية ناقص مصروفات إدارية وتمويلية يديني صافي ربح. قائمة الدخل اللي هي المنشأة، أدي شكلها هوت، مبيعات ناقص مردودات مبيعات ومسموحات مبيعات وخصم مسموح يديني صافي إيرادات، ناقص مشتريات هنقص مردودات هنقص مسموحات وخصم مكتسب يديني صافي مشتريات، هنضيف جميع المصاريف الشراء يديني صافي تكلفة، يضاف تكلفة البضاعة المتاحة يديني بضاعة أول المدة، هنطرح من بضاعة أول المدة اللي هي بضاعة آخر يدينا تكلفة البضاعة المباعة، هيضاف اللي هي مصاريف البيع والتوزيع يديني صافي تكلفة المبيعات. ادي الشكل. مجمل الربح يضاف اليه الايرادات العارضة، يطرح منه المصروفات الادارية والتمويلية يديني صافي الربح. الميزانية اللي هي قائمة المركز المالي هي بيان لحظي بأصول وخصوم المنشأة، يعني توضح قيمة أصول المنشأة وما يقابلها من حقوق الملكية وخصوم لحظة إعدادها، وطبيعي أن يتساوى الطرفين اللي هي مجموع قيم الأصول مع مجموع قيم حقوق الملكية والخصوم. الأصول صور ملموسة، أصول ثابتة، أصول متداولة، أرصدة مدينة أخرى. الخصوم حقوق الملكية، خصوم طويلة الأجل، خصوم قصيرة الأجل، وأرصدة دائنة أخرى، والطرفين بيتساووا. ودو الأصول هي أوجه الاستخدام، الخصوم مصادر الأموال، والاثنين يجب أن يتساوى. أدي ميزانية منشأة 30/12/2034، عندي أصول غير ملموسة بتسمى أصول معنوية، شرط محل براءة اختراع، عندنا أصول ثابتة، عندنا أصول متداولة، أرصدة مدينة أخرى. ونيجي في الجانب الدائر حقوق الملكية اللي هي رأس المال وأرباح محتجزة واحتياطيات، خصوم طويلة الأجل، قروض طويلة الأجل وسندات، خصوم قصيرة الأجل، دائنون أوراق ما أوراق دفع، أرصدة دائنة أخرى، مصروف مستحق، إيراد مستحق، والأرصدة الاثنين بيتم مساواتهم. الوظائف الرئيسية في النشاط الخدمي تقديم الخدمة، الوظيفة الإدارية بيتحقق من خلالهم إيرادات ومصروفات، يبقى منه كافة المصروفات المترتبة على تقديم الخدمة وأي مصروفات أخرى إدارية، له كافة الإيرادات الناشئة عن تقديم الخدمات وأي إيرادات عارضة، ويمثل الفرق بين الجانبين صافي ربح أو صافي خسارة. ويتم إعداد قائمة الدخل على هذه الطريقة: إيرادات تشمل إيرادات تقديم خدمات وإيرادات سنوية ناقص تكاليف سواء مصروفات أو تكلفة تقديم الخدمات يدينا صافي. كيف يتم إعداد الميزانية؟ كما يتم إعداد الميزانية وهي نفسها في المنشآت التجارية، ولكن الاختلاف في طبيعة البنود وترتيب العناصر أو ترتيب المجموعات، لأن الميزانية هي بيان لحظة بأصول وخصوم المنتجة وخصوم المنشأة الخدمية، بنوضح قيمة أصولها ومقابلها من حقوق ملكية وخصوم لحظة إعدادها، وطبيعة تساوى الطرفين على هذا النحو. يتساوى أوجه الاستخدام مع مصادر الأموال. وأدي ميزان المراجعة، أي تكاليف أو أي مصاريف أو أي أصول في الجانب المدين حسب البيانات الموجودة هنا، ثم في الجانب الدائن أوراق الدفع والإيرادات والدائنون اللي هي الأصول
اللي هي الخصوم والإيرادات، ثم أدي قائمة الدخل، أدي حساب الإيرادات والمصروفات، أدي منه وأدي له، منه اللي هو المصاريف، له اللي هي الإيرادات، والاثنين بيتساوي. لو في فرق ما بين مسمى رصيد مرحل، رصيد المرحل ده أصبح هنا اسمه رصيد منقول أو صافي ربح، وأدي قائمة الدخل. دي إعداد الميزانية للمؤسسة، أدي البيانات، الميزانية هي نبص للبيانات، هتلاحظ في أصول متداولة، خزينة، بنك، مدينة، أوراق، أصول ثابتة، أراضي، مباني، سيارات، المجموع، هذا هو المجموع، بينما الخصوم المتداولة دقنون وأوراق دفع وملكية، رأس المال والصافي. ونقدر برضو نحدد قائمة المركز المالي. عمليات البضاعة. البضاعة هي ما يتم شراؤه بغرض إعادة بيعه وتحقيق الربح، أي السلعة التي يتم الاتجار فيها شراء وبيعا وتسمى مشتريات عند الشراء ومبيعات عند البيع. وتختلف البضاعة باختلاف طبيعة النشاط، فالبضاعة في منشأة تتاجر في الملابس من هي الأنواع المختلفة من الملابس بغرض البيع، بينما اللي تتاجر فيها السيارات هي السيارات المشترى بغرض إعادة بيعها. إذا تم شراء سلع بغرض استخدامها في النشاط لأكثر من فترة مالية لا ينظر إليها كبضاعة، طالما أنا هستخدمها لا ينظر كبضاعة، ولا تسمى مشتريات، إنما تعالج أصل ثابت وتسمى باسمها ويفتح لها حساب في دفتر الأستاذ. ولو اشترت منشأة ما أساس بغرض استخدامه في النشاط يعارق أصل ويفتح لها حساب باسم الأثاث ويكون في جانب المدين. العبرة إذن بالنية، إذا تم الشراء بنية إعادة البيع عوليت السلعة المشتركة مشتريات، أما إذا تم شراءها لاستخدامها تعالق أصل ويفتح لها حساب. المشتريات يترتب عليها تحمل المنشأة تكاليف، فهي إذن استخدام للمال، ومن ثم تمثل الطرف المدين لمصدر التمويل، سواء تمثل في الخزينة استم الشراء نقدا أو البنك استم الشراء بشيء، أو المورد استم على الحساب، والمورد اللي هم الدائنون، أو أوراق الدفع استمت بشراء كمبيالة. كما يمكن النظر للمشتريات باعتبارها تؤدي لزيادة أصل وهو البضاعة، ومن ثم فيتمثل الطرف المدين من القيد لتأثيرها على الأصول بالزيادة. إذن فالمشتريات مدينة، إما لأنها تؤدي لتحمل منشأة تكلفة أو لأنها تؤدي إلى زيادة أصل وهو البضاعة، يبقى ده طبيعة المشتريات. المعالجة المحاسبية نقدا يبقى من حساب المشتريات إلى حساب الخزينة، بشيك من حساب المشتريات إلى حساب البنك، على الحساب من حساب المشتريات إلى حساب الإيه؟ المورد. لاحظ المشتريات تمثل الطرف المدين في الثلاث قيود. لو فاتورة يبقى من حساب المشتريات إلى حساب أوراق الإيه؟ الدفع. مردودات المشتريات. مردودات المشتريات هي بضاعة سبق أن اشتريناها وتم ردها، إما لعدم مطابقتها للمواصفات أو لوجود عيب فني بها، وترتب عليها حصول المنشأة على إيراد أو معنى أدق استرداد لتكلفة سبق أن تحملتها، فإذا هي مصدر للمال، ومن ثم تمثل الطرف الإيه؟ المردودات المشتريات، تمثل الطرف الدائن، ويمثل الطرف المدين الخزينة إذا تم الحصول عليها نقدا، أو البنك إذا تم بشيك، أو المورد إذا لم يتم الحصول على قيمتها، وهنا تخفض دائنياته بقيمتها أو أوراق الدفع. كما ينظر إلى مردودات المشتريات باعتبارها تؤدي لنقص أصل وهو البضاعة، ومن ثم فهي تمثل الطرف الدائن من القيد لتأثيرها على الأصول. إذن فمردودات المشتريات دائنة، إما لأنها تؤدي لحصول المنشأة على إيراد أو استرداد لتكلفة سبق تحملها، أو تؤدي لنقص أصل من الأصول وهو البضاعة. المعالجة المحاسبية لمردودات المشتريات. لو نقدا يبقى من حساب الخزينة إلى حساب مردودات المشتريات، لو بشيك من حساب البنك إلى حساب مردودات المشتريات، لو على الحساب من حساب المورد إلى حساب مردودات المشتريات، لو بموجب كمبيالة من حساب أوراق القبض إلى حساب مردودات المشتريات. يبقى لاحظ الفروق، هتلاحظ دايما مردودات المشتريات في الجانب الدائن. مسموحات المشتريات. مسموحات المشتريات هي تخفيض يحصل عليه المشتري من البائع مقابل عدم رده للبضاعة السابقة. يبقى انا دلوقتي باخد مسموحات لان انا مش عايز ارد البضاعه، بس البضاعه فيها مشكله. طيب، وتمثل مكسب بالنسبه لايه؟ للمشتري، ويترتب عليها حصوله على ايراد، فهي هي اذا مصدر للمال، ومن ثم تمثل الطرف الدائن من القيد، ويمثل الطرف المدين اللي هو الخزينه اذا تم الحصول عليه نقدا، او البنك او المورد حسب طبيعه الحاله. لاحظ معانا عمليه المعالجه المحاسبيه بالنسبه لنا.
يبقى من حساب الخزينة لحساب مسموحات المشتريات إذا كان نقدا، من حساب البنك لحساب مسموحات المشتريات إذا كان بشيك، من حساب المورد لحساب مسموحات المشتريات إذا كان الحساب أو أوراق قبض، من حساب أوراق قبض لحساب مسموحات المشتريات، نشوف إنها دائنة في كل الأحوال. المبيعات، المبيعات يترتب عليها حصول المنشاة على إيراد، فهي إذن مصدر للمال، ومن ثم توصل الطرف الدائن. أما الطرف المدين فهو إما الخزينة إذا تم البيع نقدا، أو البنك إذا تم البيع بشيك، أو العميل إذا تم البيع على الحساب، أو أوراق القبض إذا تم البيع بموجب كمبيالة، كما ينظر إليها باعتبارها تؤدي إلى نقص أصل وهو البضاعة، ومن ثم توصل الطرف الدائن من القيد لتأثيرها على الأصول بالنقص. إذا فالمبيعات دائنة إما لأنها تؤدي لحصول منشاة على إيراد، أو لأنها تؤدي إلى نقص أصل وهو البضاعة. نشوف المعالجة المحاسبية بالنسبة لها في الأربع حالات. لو نقدا من حساب الخزينة لحساب المبيعات، لو بشيك من حساب البنك لحساب المبيعات، لو على الحساب من حساب العميل وليس الدائن أو المورد، على حساب العميل لحساب المبيعات، كمبيالة أوراق القبض لحساب المبيعات، لاحظ دائما أنها دائنة. مردودات المبيعات، هي بضاعة سبق أن باعتها المنشأة وردت إليها، إما لعدم مطابقتها للمواصفات أو لوجود عيب فني بها، ويترتب عليها سداد المنشأة لقيمتها أو التزامها بسداد تلك القيمة، أي تحمل المنشأة لتكاليفه، ومن ثم تمثل الطرف المدين من القيد المحاسبي، ويمثل الطرف الدائن الخزينة إذا تم سداده بقيمة المردودات نقدا، أو البنك إذا كان شيك، أو العميل إذا التزمت بسدادها، أو تخفيض في قيمة المديونية إذا كانت كمبيالة. كما ينظر لمردودات المبيعات باعتبارها تؤدي إلى زيادة أصل وهو البضاعة، ومن ثم فهي تمثل الطرف المدين من القيد. إذا فمردودات المبيعات هي مدينة لأنها تؤدي إلى زيادة أصل وهو البضاعة. نشوف المعالجة المحاسبية في الأربع حالات. نقدا يبقى من حساب مردودات المبيعات إلى حساب الخزينة، بشيك من حساب مردودات المبيعات إلى حساب البنك، على الحساب من حساب مردودات المبيعات إلى حساب العميل، بكمبيالة من حساب مردودات المبيعات إلى أوراق الدفع، مدينة دائما. مسموحات المبيعات، مسموحات المبيعات هي تخفيض يمنحه البائع للمشتري مقابل عدم رده للبضاعة السابق شرائها أو جزء منها، وتمثل تكلفة يتحملها البائع، ومن ثم تمثل الطرف المدين من القيد في دفتر البائع، ويمثل الطرف الدائن الخزينة إذا تم سداد المسموحات نقدا، أو البنك بشيك، أو العميل إذا التزم بسدادها، أو تخفيض في قيمة المديونية. نشوف المعالجة المحاسبية في الأربع حالات. نقدا من حساب مسموحات المبيعات لحساب الخزينة، هنلاحظ دائما وأبدا أن حساب مسموحات المبيعات في الطرف المدين، بينما الحسابات الأخرى في الطرف الدائنة. الخصم، ما هو الخصم؟ الخصم هو تخفيض يمنحه البائع للمشتري، وله نوعين، خصم تجاري وخصم نقدي. خصم نقدي هو تعجيل دفع. الخصم التجاري تخفيض يمنحه البائع للمشتري لحثه على الشراء أو الشراء بكميات كبيرة، وهذا الخصم لا يسجل، الخصم التجاري لا يسجل في دفتر البائع ولا في دفتر المشتري، حيث تسجل البضاعة بقيمتها بعد الخصم. بينما النقد هو تخفيض يمنحه البائع للمشتري لحثه على السداد المبكر، ويسجل في دفتر البائع كتكلفة مدين، ويسجل كخصم مسموح به، وفي دفتر المشتري كإيراد دائن، ويسمى خصم مكتسب. المعالجة المحاسبية، باع حسن إلى حمدان بضاعة مبلغ 10,000 ريال بخصم تجاري 10%، وقد سدد حمدان القيمة نقدا. طيب سدد ده إيه؟ خصم تجاري. يبقى في دفتر باع حسن يبقى ده 10% من 10,000 ألف، ده الخصم بتاعه. طيب يبقى قيمتها كام؟ 9,000. يبقى 9,000 من حساب الخزينة إلى حساب المبيعات، ده بيع بضاعة نقدا بخصم تجاري 10%، بينما في دفتر المشتري يبقى من حساب المشتريات إلى حساب الخزينة بال 9,000 مع الخصم. يلاحظ عدم وجود أثر للخصم على القيد المحاسبي، لأن احنا سجلناه بالقيمة الفعلية بصافي القيمة بعد الخصم. المعالجة بالنسبة للخصم التجاري، لو في خصم تجاري نبص هنا للخصم التجاري. باع حسن إلى حمدان بضاعة مبلغ 10,000 بخصم تجاري 10%، وقد سدد القيمة، يبقى في دفتر البائع يبقى من حساب البنك، قد سدد القيمة بإيه؟ بشيك. يبقى من حساب البنك إلى حساب المبيعات أدي 9,000. طيب بالنسبة لمشتري حمدان أدي 9,000 برضه، مع ملاحظة إن ده خصم تجاري قيمة 10%، بس إيه؟ البنك. يبقى هنا عشان سدد التاني كان نقدا، هنا حساب البنك. طيب لو كان باع
بخصم تجاري على الحساب، نشوف المعالجه المحاسبه بتاعت الحساب، يبقى من حساب حمدان لحساب المبيعات، من حساب في دفتر المشتري، من حساب المشترط الى حساب حسن. بدل المعالجه المحاسبيه. طب لو بكمبياله نفس القيد، بس هيتغير بس اسم الحساب، اصبح اسمه اوراق قبض، بينما عند المشتري اسمه اوراق دفع. طب الخصم النقدي، خصم النقدي بيسجل، يبقى باع حسن الى حمدان بضاعه مبلغ 9000 ريال على الحساب، وكانت شروط الدفع يوم 15/3، وكانت شروط الدفع وافتراض ان المشتري سدد خلال الفتره. يبقى تعالوا بينا كده نشوف، ده 15/10/1430، يبقى في دفتر البائع حسن هنثبت العمليه بالمبلغ 9000 من حساب حمدان الى حساب المبيعات 9000، وبعدين نثبت ان احنا خدنا الخصم المتفق عليه 10% من 9000 يعني 900. هنقول دلوقتي اثبات التحصيل، هنقول من مذكورين حساب الخزينه 8100 وخصم مسموح به لانه ده دفتر البائع 900 الى حساب حمدان. طب في دفتر المشتري هيسجل العمليه كلها في الاول، اثبات عمليه الشراء في البدايه، وبعد كده لما يكتسب يبدا يسجل، يبقى من حساب المشتريات الى حساب حسن بالمبلغ كله. لكن لما يجي عند السداد ولانه سدد وفقا لشروط الدفع خلال الفتره المتفق عليها، يبقى 9000 من حساب حسن الى مذكورين، حساب الخزينه 8100 و900 خصم مكتسب. شوف الناس خصم ايه مكتسب بالنسبه للمشتري، بالنسبه للبائع اسمه خصم مسموح به. ودي العمليات الحسابيه بالنسبه مع الخصم النقدي زي ما احنا شايفين اهوت، ادي المبلغ بيتسجل، وطالما خلال الفترة المسموحة ما قدرش يسدد فما فيش أي أثر بالنسبة لنا، يعني هو المفترض إنه يسدد خلال 15 يوم ياخد 10% ما سجلش، يبقى دلوقتي خلاص هيثبت التسجيل، يبقى دي إثبات عملية البيع ودي إثبات التحصيل، إثبات عملية الشراء وإثبات الإيه؟ السداد، يبقى هو ما حصلش على ال 10% لأنه لم يتمكن من السداد. هنا هو لو سدد خلال الفترة المسموح بيها زي ما احنا شايفين عند البائع، ادي اثبات عمليه البيع ادي واحد، وبعدين الشرط اثنين قدر انه يحصل عليه، فبيتم التسجيل من مذكورين حساب الخزينه وحساب خصم مسموح به الى حساب حمدان لانه اكتسب، يبقى ادي البائع اسمه خصم مسموح به، بينما المشتري اسمه خصم ايه؟ مكتسب لانه سدد خلال الفتره المتفق عليها. لو لم يسدد يبقى مش هيكون لها اثر، يبقى احنا بنثبتها اثبات عمليه البيع واثبات التحصيل. ما فيش أي أثر محاسبي واضح هنا لأن هو لم يستفد منه إطلاقا. ومن هنا بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وقناة طارق نجار التعليمية بتحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.